ها هو البلغرانا يصعد إلى منصة ملعب دي مستايا، وهنا ليونيل ميسي يستحق كل هذا الحب. ليونيل ميسي ظاهرة كرة القدم، أعجوبة كرة القدم. إذن لاعب برشلونة يتقدمون إلى راعي المباراة لاستلام ميدالياتهم الذهبية وكأس البطولة. بيكي يتقدم اللاعبين، تشافي موجود وبيب يذهبون إلى المنصة لاستلام جوائزهم من راعي الحفل. كان ليونيل ميسي أيضا في مداعبة مع الملك خوان كارلوس بويول، أيضا يتقدم قائد الفريق لاستلام جائزته. وبويول من يقترب إلى رفع كأس البطولة. جمهور برشلونة يتحفز إلى اللقطة وينتظر لقطة كأس البطولة. بيب، إنه بطولة بحد ذاته لجماهير برشلونة. تشافي هرنانديز وتيري أونري الذي يبتسم لهذه اللحظات. بويول استلم جائزته والانتظار للكأس. إذن بويول يصعد على الطاولة في المنصة الرئيسية ويستلم كأس البطولة. مبروك برشلونة، مبروك البلغرانا، مبروك لفرقة المستحيل، مبروك لفرقة المستحيل. الإعصار القادم من أعاصير بيكاسو وبرناتشو والفن السريالي لكرة القدم الحديثة. مبروك لبرشلونة، مبروك، ألف 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 مبروك لبرشلونة ولعشاق برشلونة.